بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الحلقة السابقة عن علامات الساعة، وتكلمنا عن علامات الساعة الصغرى بأقسامها الثلاثة، وذكرنا وتكلمنا عن علامة من العلامات الكبرى وهي خروج المسيح الدجال. نستكمل مع بعض النهاردة العلامات الكبرى، ونتحدث عن علامتين، وهم نزول المسيح عيسى بن مريم، والثانية خروج يأجوج وماجوج. بالنسبة لنزول المسيح عيسى بن مريم، لقول الرسول الله: لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم وهو مربوع القامة صابت الشعر أبيض يميل إلى الحمرة عريض الصدر. وقد وصفه رسول الله بقوله: رأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صابت الرأس، ويمكث في الأرض 40 سنة يملأ الأرض خلالها عدلا وأمانا، ويقتل الدجال ويكسر المال في عهده حتى يفيض. العلامة الثانية التي سنتناولها اليوم وهي من العلامات الكبرى خروج يأجوج وماجوج. يأجوج وماجوج هم قبيلتان من البشر من ذرية يافس، وهو من والد نوح عليه السلام، وقد جاء أصل تسميتهم من أجيج النار إذا التهبت، أو من الأجاج وهو الماء المالح الحارق لشدة ملوحته. وخروجهم آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى، إذ دل على ذلك قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. صدق الله العظيم. ومن صفاتهم الخلقية أنهم صغار العيون، وجوههم عريضة، وشعرهم أصهب اللون. وقد وصفهم رسول الله بقوله: وإنكم لا تزالوا تقاتلون حتى يأتي يأجوج وماجوج. أعراض الوجوه، صغار العيون، صاحب السعاف، ومن كل حدب ينسلون، كأن وجوههم المجان المطرقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تناولنا مع بعض النهاردة علامتان مهمتان من العلامات الكبرى للساعة، وهم نزول المسيح عيسى بن مريم وخروج يأجوج وماجوج. نستكمل مع بعض في الحلقات القادمة بقية العلامات الكبرى للساعة. في نهاية موضوعنا النهاردة، ما تنسوش تدوسوا لايك عشان يصل الفيديو لعدد كبير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.